يا هلا بوطفة وماريا. بونجور. بس ما بعرف الغنش كله ليش، قلتي لي تحت الهواء انه ما بدك تحكي وحطوا لك ميكرو؟ كيف بيصير هيك؟ اهلا وسهلا فيكم. اليوم مين اللي رح يدربنا اكثر او من مين رح نستوحي اكثر؟ من مين؟ بدك انت تبلش اليوم؟ لا مني انا وهي رح تعمل مثلي. طيب كثير منيح. وطفة اليوم بدنا نمرن المعدة؟ يس. أنا شخصياً بتمرن، بس من أكثر التمارين مللاً بالنسبة إلي اللي بتزهقني هي المعدة. كل العالم هيك. ليش أقولك؟ بتعرف شو بعمل؟ بقول للعالم على طول بلشوا بالمعدة بالأول مثل الورم أب، هيك بس تخلصوا كل الساعة ما بتكونوا تعبانين، بس تتمرن ساعة وتوصل للمعدة الكل بصير إنه خليها لغير النهار. سو خلينا نتذاكى عليها هيدي الخبرية ونبلش بالمعدة بالأول، فست فوت على الجيم، بلش بتمارين المعدة مثل الورم أب، ثلاث أربع إكزرسيسات بتعملهم تمارين، ورجع طلق على تمرينتك، بتوصل بالآخر مرتاح. وطبعاً ما تاكل فتة من عند الشيف بلقيس قبل التمرين، قبل تمرين المعدة. منيحة بعد التمرين أهم شيء بقلبها البروتين اللازم والكار وبتساعدنا بهلا بهالسقعات عالدفى شوي. ماريا جاهزة؟ جاهزة؟ بس بدك ياني اسألك اسئلة انا جاهز، ما بدي ازعجك. نحن معكم. رح نبلش على الارض اكيد، لانه كله رح يكون اليوم معدة وكور، خصوصا جاي الصيفية والعالم كلها بتركز شوي على معدتها قبل الصيف. فينا نستعمل ويت، ماريا رح تشتغل مثل بلا ويت، خليكي بلا ويت اول شيء على وزن جسمها، حتى الاولاد اللي معنا فين يشتغلوا مثلنا نفس الطريقه نحن عم نشتغل فيها، لان نحن بننسى انه الجسم فيه وزن، يعني فينا أكيد. نستخدم وفينا نزيد شوي كرمال اذا بدنا نشد، اذا عندنا شوي ترهل بالمعده او الاكزرسيسات صاروا هينين، تنصعب شوي المعده نزيد الوزن على طول. هلا اللي عندهم اوجاع بالظهر بيعلوا اجرين كرمال الظهر يكون ثابت على الارض، بنطلعها على الاخر وبنطلع وان. كل الخبرية انه بدي ثبت نظري بحيالة نقطة اعلى مني كرمال ما حرك رقبتي، بس ثبت نظري على نقطة بالسقف واشتغل بهالطريقة، اكون عم شغل عضلات الكرانشز تبع المعدة، رقبتي ثابتة. وي ماريا ايه عملي فيها بس طلعي مثلي، يلا جو ماريا ماشي الحال، انا عم شوفك تشامبيون بطلة، مش قبلانة، يلا قب الابول قب الابول تنصلح لهم بالإبول، برافو، ونرجع محلنا. يعني وطفة الرقبة ضروري جدا ما تزيح عن هالحد، ما نحن بس نثبت نظرنا بكون عم نطلع بنفس الشيء كل الوقت، هيك الرقبة ما بشغلها، لازم قب الكتاف تحط كل القوية تبعي على معدتي. هلا في عالم بيرتاحوا إذا معهم وزن أكبر حطوه هيك تحت الرقبة بهالطريقة، اوكي؟ واللي ما عنده مشاكل بالظهر، ظهر بيجي على الارض، في خلي الاجرين هون ويشتغل. هلا انا رح اشتغل عده تمارين للمعده، بلشنا بالكرانشز بالاول، هلا رح نشتغل اذا بتساعدني بالعربي الاوبليك المتوازي. سو بهالطريقه كمان بدي ثبت نظري واطلع على طول من عد للعشره لل 12 لل 15 حسب قد ايه نحن معودين نعمل كل الساتس بهالطريقة، كل هون عم نشتغل الخواصر تبع المعدة أو اللي بيقولوا لهم سايد كرانشز الأوبليكيت، يعني على جنب، على جنب المعدة تنكون بعدنا عم نشتغل من فوق هول كلهم. كمان ببدل على تاني ميل، فيي أحط إيدي هون على الأرض، كمان ثبت نظري اطلع، أهم شيء تو أبرم الكتف تبعي تشغل المعدة، هي منيحة للخصر كمان؟ للخصر فيها شوية خواصر أكيد. هون عملنا هلأ عندي هذا الإكزرسيس اللي كمان كتير في عالم بيلاقوا فيه صعوبة يلي هن العضلات السفلى تبع البطن اللي ما أكتر محل بجمع الفات فيه، خصوصا عند الرجال عند النسوة. بنحط إيدينا تحت الظهر تنحمي ظهرنا، أوكي؟ فينا كات للما بيقدر كتير يعلي إجري يشتغل بهالطريقة ويوطيهم. ماريا وين نحن؟ ماريا وين صرنا نحن؟ يلا فيكم موا، اوكي؟ واذا بدي صعبها اكثر بدي انزل بهالطريقه، بس ما خلي ظهري يقب، يعني نزل اجري لمحل ظهري دل على الارض. اذا انا اكثر بتمرن بطريقه ادفانسد في علي رقبتي وانزل على الاخر واطلع. هو التمارين كلهم تكون بهالطريقه عم شغل معدتي، هول التمارين الاساسيه البيزك اللي بنعملهم كرمال حاسس، صحيح، يعني شغل كل معدتنا. أنا بالنسبة لي هاي الأهين لاترال ريز لاج ريزز، لاج ريزز إيه، مع أنه هيدا الأصعب عم غيرك. شفت تشوف أنه
ستيب. هلا عملنا هون شغلنا كل المعده بطريقه بيزك، تفوت اكثر بالخواصر. يلا ماريا حطي ماريا بدها ترتاح، تعبت كثير. في استعمل الويت للادفانست، في لا اهم شيء للي عندهم وجع برقبتهم، اذا علوا بهالطريقه وطلعوا قدامهم كل الوقت بدي اشتغل بهالطريقه تشغيل الخواصر قد ما في. يلا موف جو. بتمارين المعده وطفه لا ينصح بالمي، بشرب المي. نحن عم نعمل المعده؟ لا، بنخلص تمرينات المعده بناخذ شويه مي، على طول نحن وعم نتمرن لازم نشرب قنينه صغيره. هلا اذا كثير حسيت انه بحاجه بتخلص الاكزرسيس ثلاث مرات او التمرين ثلاث مرات، تاخذ نقطه مي مش كثير، لانه ممكن بكل ساعه الرياضه بدك تمرق قنينه صغيره. بتمارين الاوزان يمكن فيك تشربي اكثر، بس بالمعده ممكن تعبي. شغل المعده، اذا المي حسيتهم علقوا بمعدتك معقول تتضايق، معقول تحس كانه رفيق او تحس معدتك في ارتداد. بس نخلص تمارين المعدة نشرب المي. اوكي هلا عملنا اربع تمارين يلي هن على الارض، فينا نعملهم بالبيت بالنادي بلا اي معدات. ادوات. في عنا الاكزرسيس الاهم كمان، يلا ماريا بنعمل بلانك يلي اذا عملناه معه بنكون هيك اشتغلنا المعدة بطريقة كثير سليمة وصحية. ها ماريا بتشاركك بالنادي؟ ايه اكيد. او بالبيت بس؟ لا بالنادي وبالبيت. وبتعمل بنذكر انه انت عندك نادي مظبوط. تنزل معي بس بعد المدرسه وتخلص درسها، بتعمل الاكزرسيسات تبعها، بتتسلى شوي، وبتعمل هي كمان يعني الاكتيفيتيز تبعها. هيدي بتساعد الجذع الكور صحيح؟ ايه هذا هو الكور. هون كنا عم شغل معدتي كلها. هلا يلي كثير بيجنر فيهم يحطوا ركابهم على الارض ويقربوا لقدام بهالطريقه. نعم. بس اهم شيء يكون من الركبه للكتف ميله وحده. البلانك قد ايه مفترض يكون وقتها؟ بنعير من 30 ثانية لل 45 أو لدقيقة. ذاتس إت، بنعملهم كل شيء ثلاث مرات. عظيم. فينا نرجع نعيد كل هودا السيركوي، فينا نرجع نعيدهم يعني من الكرانشز للسايد للليج ريزز للتاتشينج توز للبلانك، نعملهم ثلاث مرات أو حتى أربع مرات. هلا مش ضروري تستخدمي الطابة اللي على يمينك، بس كمان فينا نستخدم الطابة. في اكزرسيسات فينا نشتغلهم على الطابة كرانشز. نقعد اللي عند انا عم بجرب اعطي قد ما في اشياء للعالم اللي ما عندها اكوبمنت بالبيوت. صحيح. يعني فينا نقعد على الطابق اكيد بالعكس، وكل ما نشكل بالانواع كمان بدنا نثبت نظرنا، نقعد بطريقه ظهرنا يكون كله ملقي، ما نخاف ما بنوقع عنا، نشتغل كل الاكزرسيسات الكرانش يعني بهالطريقه، في فوت سايد بهالطريقه. انت بتتمرني على الطابق وماريا بتلعب بالطابق. لا بتعرف كمان. يلا ماريا رح نختم معي. يلا عادي هيدي اوكي. يلا زحكي شوي. يلا حطي ايدك وقع معك المايك صح؟ وقع مع الميكروفون بس مش الحال، صارت خبيره بالتقديم. ليك حتى الولد تبعنا في يعمل على البالون، بس اكيد بدنا نضل حده. والرياضه في الصغر كالنقش على الحجر، اكيد تطلع مدرب رياضي. ضروري نعلم اولادنا على الرياضه والاكل الصحي من هن وصغار، واكيد رح تطلع مثل الوالده. ان شاء الله بهالنشاط وهالحيويه. شكرا لك المدربه الرياضيه وطفه الحاج. وماريا ميرسي كثير، عزبناكي نورتي لنا استوديو. ولي ميرسي. يلا بنشوفك بلقاء جديد ان شاء الله.